These are Japanese, huh? Everyday shoes that could have been made, you know, a couple of generations ago by the person who made them. These are Japanese geta. Yes. Obviously, this is Japanese, and indeed, these would have been manufactured, but still in the rural areas. Yeah.
ثقيلة على كل افريقيا لازم على السجادة على الهاي. بعد بدأت تتطور في الأحذية بسبب مرة ثانية البوذيزم أو الرهبان مالتهم. بعدين نفس الشيء المسيحية في مرة ثانية تطورت في أنواع
الأثر اللي عاشت فيه بعض المبالغ فيه عشان بس يبين نوع من الديكور ونوع من الحياة طبيعة الحياة في البلدان. جواتي حديثة تصاميم ديزاينز
مرة واحدة بس تم تصنيعها. فكيف انه هو يبتدي يتصور الحذاء الى ان يصل الى مراحل التصنيع. متشابهين بسبب طبيعة الجو.